لو الحكاية فيها إن فيتو. مرحب بحضرتك يا دكتور. دكتور النهاردة احنا في مؤتمر بنتكلم فيه عن انفلونزا الخنازير، حابين نتعرف من حضرتك اكتر عن محاور المؤتمر ونسبة الإصابة حتى الآن. والله انا عايز اقول مفيش حاجة اسمها انفلونزا الخنازير، واذا كان تعرف الناس على هذا الاسم فاحنا عايزين بقى نغير هذا المبدأ. احنا حتى ايام 2009-2010 قلنا ما فيش حاجة اسمها انفلونزا دي، انفلونزا اتغيرت وما كانش عندنا مناعة في الاونة دي، وبعد كده حصلت نسبة الاصابة كانت عالية وبالتالي بعض الوفيات حدثت. هي اصبحت انفلونزا موسمية H1N1، لو هنتكلم بقى كلام علمي H1N1 هو الفيروس اللي احنا عارفينه، وده موجود في الطعم اللي احنا بنديه دلوقتي بقى لنا 3 سنوات لكل الناس. الموقف مختلف لان الناس عندها مناعة. انا مش شايف ان الاصابة دلوقتي، وده يعني كل التقارير بتشير الى هذا، ما هيش زائدة عن اللي احنا متعودين عليه كل سنة، وانا مش شايف ان في اي داعي لهذه المخاوف والفزع اللي بيصيب الناس. ولكن احنا تعلمنا من 2009-2010 ان احنا نحتاط وان احنا نقاوم، بمعنى مطلوب حاجة بسيطة جدا، كل اللي عنده برد يبتعد عن الناس. يعني الام اللي عندها طفل عنده برد او عنده مبادئ انفلونزا في حرارة ما يروحش المدرسة، لو واحد مخالط للناس في العمل ما يروحش شغله، مجرد ان هو يغيب لغاية الحرارة ما تنتهي 24 ساعة بتنتهي فترة العدوى، وده اللي احنا تعلمناه وعلمناه للناس في الفترة اللي قاومنا فيها الانفلونزا H1N1 اللي كانت 2009-2010. اذا احنا مش عايزين نقول ان في خطر لجائحة، وحتى هذه اللحظة منظمة الصحة العالمية ما قالتش كده ولا وزارة الصحة قالت كده. احنا سنويا عندنا بعض الوفيات من الانفلونزا وده شيء عارفينه منذ الابد. اذا احنا ما عندناش حاجة تشير ان في شيء غير طبيعي بيحدث، ولكن احنا حاطين عينينا عليه ومش عايزين الناس تنزعج ولا يصيبها الفزع.